نحن من جهتنا ولا مرة تحركشنا فيها، بس بوران مش كالجية. حتى ولو إذا بتسبكوا، إذا بتبهدلكوا، إذا بتضربكم بالشحاطة ما بتردوا. شو رجع الحب القديم؟ يا بحب بدنك. أنا بحياتي ما كنت حبها، بس صار في تطورات جديدة بتفرض علينا تكتيكات ملائمة. شو هالتطورات؟ شوكة بيك بجوز رزقتنا تجي على إيده، وبوران تقدر تقطعها. أنا إذا بدها تفتح تمها معي بدي هر لسنانها. أنا شايفك مستعجلة كثير على بيت أهلك. بس نحن مو حشرات هون. لا حشرات ونص عدم بيبقى. أنا انقطع رزقي من لما مدري من أي قبل حرام طالع علي إشاعة إني أنا نصاب. من وقت طلعت هالإشاعة ما عاد زبطت معي ولا نصبي، وهلا صح لي واحد يخليني انطلق من جديد بختصب نعمتي. شوكة بيك أهم مننا؟ مو أهم مننا، مو أهم مننا، فهموني. أنا ما عم بحكي باسمي لحالي، أنا عم بحكي باسمي وباسمكم. لك نحن كلياتنا جسد واحد، عم تفهموا شو جسد واحد؟ أنا عم بقول نسكت نسكت، عم بشمل حالي، أنا عم بشمل حالي معكم، يعني بوران لما بتحاكيني أنا كمان بخبص. ليش طيب؟ ما بدي أفهم ليش مو من حقي؟ إذا نجح بالانتخابات بصير بيذبح بضفره وما رح ينسانا دورنا. يعني حمار البيك بيك وضربت كريك على خلقتي. لك أنا حق علي اللي عم باخذ رأيكم، أنا كان لازم قرر، واللي عجبه أهلا وسهلا، واللي ما عجبه بضب أغراضه بيمشي على بيت أهله، والتصويت برفع الأيدي. شو؟ وأنتي؟ هيك مشي. أنا صلي رافع أيدي الله يخليك. شو بدك؟ مالشي. كان منين الصوت؟ أنا عفيف صلي زعرف عيني. لا تواخذينا، أنت حنان، أنت حبيبتي الوحيدة اللي بتفهمي علي.